نبي مجاحنا بالنور ومجالس النور، نبي بالصلاة على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، لاختنا في الله سمر العشا، الوالد سيد يوسف الرفاع وزيرنا بشيخ الطريقه الرفاع الصوفيه، هو طابع الكتاب. المهم اليوم احنا مع سيد المنشد الطريقه الرفاعيه الخلوتيه الصوفيه سليم المحروس والشباب كلهم الطيبين، نبي نقرا المزدوجة الحسنى في الاستغاثة بأسماء الله الحسنى. هي الأستاذ العصري جامع فرائد الدهر المرحوم الشيخ يوسف بن إسماعيل نبهاني، وردت عن واحد ثاني بعد المزدوجة الحسنى النحوي. المهم احنا نمسك الطبلة وسيدي يديني القبلة يا سيدي المحروس. يلا بسم الله، انت قول لي اياها انا علمك الرقم مالك. الحمد لله سيدي ساش بس احمد رفع شي كان بدو. الحمد لله الذي تحمد، كمل يلا. ثم الصلاه الحمد لله. امسك الدفه وانا اعلمك، انا اقراها لك استنس، اعطيني انا استلك فيها لحظه، انا حافظها. كان مهندس عزيز الحصري الوالد يقول من المكتب منصور روح جيبها، بس نسخه ثانيه وكانوا كثير. الحمد لله الذي تحمد، كلم موسى واصطفى محمدا، ثم الصلاة والسلام تهتدى لخير مرسل هدى. والآن معك بس تضرب لي انت، والآل والصحب ومن يهدينا، باسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، يا حبذا ربا وحب دينا، وحب محمدا هدينا، لولاه ما كنا ولا بقينا. الله لولا انت ما عطت الطبلة سيد. كملها انت سيدي. لا كمل انت، شديد عليها شويه انا. ولا الله لا موجه ان شاء الله. ما لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينه علينا، وثبت الاقدام لقينا، نحن الأولى جاءوك مسلمين، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. كان الوالد يسوي بيده كذي، فارددهم اللهم خاسي. ذكر سيد المحروس والله كان يحبها القصيدة، سبحان الله ما شاء الله طلعت وياي والله. فارددهم وقد تداعى جمعهم علينا، طبق الأحاديث التي روينا، فارددهم اللهم خاسرينا، الله يا رحمن يا رحيم، الله يا حي ويا قيوم، الله يا قوي يا قديم، الله يا علي يا عظيم. مولانا ارشاد وانشاد الصوفية يا الله يا قديم. السيد فياض الجيزاوي شنو حكمها؟ صفات الله الخير. الله صفات الله القدم والبقاء. ايوه كده عاوزك على طول يا يا فرود يا ابن الهرم يا ابن الجيزة يا ابني هرم خوفه من قرع ومن قرع ابوه. اي والله اي والله لا يا لا ينبغي للظنا. الله يا لطيف يا الله. الوالد كان يحبها يا لطيف يا لطيف يا لطيف 129 مره قويه. بعدين تقول الله لطيف معاذ يرزق من يشاء القوي العزيز، وبعدين تصعد بالدعاء. الله يا لطيف يا عليم، الله يا رؤوف يا حكيم، الله يا تواب يا حليم، الله يا وهاب يا كريم، ابن العلا واجعل عيدان الدونا، الله يا مالك يا ميسر،
الله يا مليك يا قدير، الله اضرب الدف، الله يا مولى ويا نصير، الله أنت الملك الكبير، ليس عدانا لك معجزينا، الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عليم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير، لا تحرمن فتحك المبين، الله يا ظاهر يا جليل، الله يا باطن يا وكيل، الله يا صادق يا جميل، الله يا حافظ يا كفيل. يا مولانا الله صادق، هو يعني حاشاه انه يكون ايه من اسماء الحسنى، هو من اسماء الصادق، لا من اسماء الصادق، الاسماء الحسنى 99 فيها الصادق جوازية. الأسماء ماش 99 إلى ما شاء الله. أي والله هنا نسألكم فاسألوا أهل الذكري. أما الإجمال يجب له أسماء لا يعلمها إلا الله. صح. ذيك اليوم قريت واحد عجبني يقول طلع اسمي، طلع اسمي يمكن من أسماء الحسنى، شفت واحد شاب مصري اسمه عبد الخالد. لا عبد الخالد أنا. والله. إيه والله صح. كن حافظا لنا وكن معينا، الله يا غني يا حميد، الله يا مغني ويا رشيد، الله يا مبدئ يا معيد، الله يا عزيز يا مجيد، لعزك التوحيد يشكو الهونا، الله يا قادر يا مقتدر، اضرب، الله يا قاهر يا مؤخر، الله يا فاطر يا مصور، الله يا محصي ويا مدبر، دبر لنا ودمر العادينا، الله مولانا، مولانا الحجازي، لحظة يا ابن صلاح شرقاوي، لحظة مولانا الفياضي، يجوز ان نقول مولانا، يجوز نقول الله يا دائم، مولانا الحجازي فياض، الله يا دائم لا يموت، لا يجوز نقول هالكلام، لا الله ما ينعث بالموت، لا يموت، ايه يا مشايخ يا صوفية، الله يا دائم لا يموت، يقول سيدي الجزاوي ما فيها شيء الفياضي. بعد الدكتور نقول احنا صح. عليها يا قائم لا يفوت، سبحان الله، الله يا محيي ويا مميت، الله يا مغيث يا مقيت، كن غوثنا وحصننا الحصينا. هاي الكلمات فيها شيء شرك عشان لا ينعتون الصوفية، كلها مناجات، آه؟ كلها مصرية. اي والله. الله يا بسيط انت الواسع، الله يا قاهر انت المانع، الله يا خالق انت الجامع، الله يا خافض أنت الرافع، ارفع معالينا لعليينا، الله ذو المعارج الرفيع، الله يا وافي ويا سريع، الله يا كافي ويا سميع، يا نور يا هادي ويا بديع، أدبتنا بما جرى يكفينا، الله ذو الجلال والإكرام، الله ذو الطول والإنعام،
على الدوام جل في علا. الله يا ذا الفضل والإنعام والسيد المطلق للأنام. مولانا أن ورد عنا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يوم الزاح ليش على بعض الناس يقولون ما في سيد إلا الله؟ ولا وسيدا وحصور سيدنا يعني عليهم السلام. أنت أنت الكتكوت الصوفي، أنا كتكوت صغير. ارحم عبيدا لك عابدينا، الله يا أول يا أنت الواحد، الله يا آخر أنت الراشد، يا بر يا يا وتر يا متكبر يا واجد. شنو واجد مولانا؟ الماجد من أسماء الله. الله يا واحد أو واجد مولانا. الله من 99 مدد مدد يا يا متفضل يا ماجد. ماجد مولانا من أسماء الله الحسنى. طبعا الله أبو ماجد قاضي هشام اسمه الشاهين. بفضلك اقبلنا على ما فينا. جوز مولانا نقول حق الله بفضلك اقبلنا على ما فينا، يعني نحن ننكسر. ها حالة الانكسار عند سيد احمد ربع الوزن. يا مبين يا ودود، الله يا محيط يا شهيد. شلون الله يا شهيد؟ احاط بكل شيء علما ووسع كل شيء علما. شهيد شهيد المشاهده والاطلاع. الله افتح عليك امر سيدي. علم المشاهده دون العلم، العلم اعلى. الله كلام المشاهده مع الحقيقه. مدد يا سيادي الموتى. قال اول قال انت من قال بلى قال اني اريد ان انتقل باب المشاهده. تو والله مسام محمد صلى الله عليه وسلم باب المشاهده خشيت. يا ولدي خشيت باب المشاهده انت. الله يا موت يا متين. يجوز نقول الله يا متين. المتين هو سبحانه. اي والله يا متين يا شديد، يا من هو الفعال ما يريد، إذا ضعافا لك قد لجينا. الله يا معز يا مقدم، الله يا مذل يا منتقم، البادي الباقي فلا ينعدم. المحسن شلون المحسن مولانا الوالي؟ الإحسان. اي والله محسن الوالي الحفيظ الأكرم. شلون سيدي؟ تريون. لا يعني إحسان الله أكبر شيء. نعم احسن الى عبادي قبل ان. اي والله كرمنا بالاسلام. اي والله ليس لنا سواك من يحمينا. بجوز بالشعر نقول من يحمينا مولانا؟ نقرا نفس القران. الله يا وارث انت الابد مولانا. مره سالت الوالد ما جابني عليه. يجوز ان نقول انت الاسد حق الله جل في علا؟ ما يجوز. ها لا قوة سيد، وإذا ما عجب يطنشني كان. الله يا باعث أنت الأحد، الله يا مالك الملك الإله الصمد، لا كفء ولا والد لا ولد، كف العدا عنا فقد أذينا. الله يا غالب يا قهار، الله يا نافع أنت الضار، الله يا بارئ يا غفار، يا رب يا ذا القوة الجبار. نزل الريشة سيدي ما عليك أمر. قوم لنا نبي، قوم لنا الدنيا وقوي التليفون يسخن سيدي. قوم لنا الدنيا وقوي الدين، الله رب العزة السلام، المؤمن المهيمن العلام، ذو الرحمة الأعلى الأعز التام، من دينه الحق هو الإسلام. ندين عند الإسلام
قيد له اللهم ناصرينا. الله أنت المتعالي الحاكم الفرد ذو العرش الولي الأحكم الغافر المعطي الجواد المنعم. مولانا اي والله انا كل اسال جواد يا مصريين عبد الجواد الكويتيين يقول ها افضل عبد الجواد ولا عبد الجواد تشديد جواد يعني يسوي له شده مدد. اي والله الحنبلي كان شيخ بعد ادريس الحنبلي ادريس الدسوقي ادريس ايه الغافر المعطي الجواد المنعم العادل العدل الصبور الارحم. مولانا فياض عدل صفات الحق سبحانه وتعالى وانما يزيد البناء يزيد القوه بالمعنى. ثانك يو. مكن لنا في ارضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسمائي أسماؤك الحسان بها قرعنا بابك المصونا الله يا خلاق يا منيب منيب يجوز المنيب جل في علاه المنيب السوريين يسمونه. الله يا رزاق يا حبيب يصير حبيب حبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحبيب شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولاي يصلي وسلم دائما ابدا على نبيك خير خلق كله. الله ها ذكرك صح رب شلون واذا حبيبك هي عينك نعم إذا أنست عينك نعم وإذا ذكرت فهو الخالق جل في علاه. الله يا قريب يا رقيب المستعان السامع المجيب إن دعوناك استجب آمين. قل آمين يا مقبل أسأل بأسماء الله الحسنى المزدوجة الحسنى للنحوي. وهني واردة عن يوسف بن إسماعيل النبهاني واحد النبهاني زار الوالد بدري منه فيهم سيد شكرا أسيادي صلى الله عليه وسلم مطرح ما يسري مري.